بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن بود ماس. بود ماس يعني ايه؟ بود ماس، بود ماس يعني ترتيب العمليات الرياضية. يعني لو عندنا مسألة فيها ضرب وقسمة وطرح وجمع، ايه اي عملية من دول ممكن نبتدي بيها الاول عشان نوصل للحل الصحيح للمسألة؟ بود ماس ليه سميناها بود ماس؟ بود ماس كل حرف من دول هو اختصار لعملية معينة، بحيث بترتيب الحروف دي هي ترتيب العمليات بتاعتها. يعني لو جينا الحرف البي مثلا، البي اختصار لبراكتس يعني الاكويس، الاو اختصار الاوردر، والمقصود بالاوردر هنا اي عملية فيها اس او جذر، الدي اختصار الديفيجن يعني عملية الاسم، الام اختصار لمالتيبليكيشن يعني عملية الايه؟ الضرب. عملية الضرب. الايه اختصار لاديشن يعني عملية الجمع، واخيرا السبتراكشن اللي هي ايه؟ الطرح. طيب ناخد مثال ايه على الكلام ده؟ لو قلنا مثلا 1 + 2 = 5، هل نجمع الاول ولا نضرب الاول؟ يعني نجمع الواحد مع الاثنين وبعدين نضربهم في 5، ولا نضرب 2 في 5 وبعدين نجمعها ايه على الواحد؟ هنيجي للترتيب بتاعنا اللي احنا قلناه من شويه. اول حاجه الاقوس، بعد كده الاس والجذر، بعد كده القسمه، بعد كده الضرب، بعد كده الجمع والطرح. وانا حطيت الجمع والطرح في نفس السطر لان هما الاثنين لهم نفس الاولويه، يعني جمعنا الاول او طرحنا الاول مش هتفرق. طيب نيجي العمليه بتاعتنا فيها جمع ايه وضرب. الجمع ولا الضرب الاول؟ لو بصينا هنا هنلاقي الضرب الاول صح، يبقى نضرب الاول 2 في 5 = 10، بعدين نجمع على الواحد يبقى ايه الناتج بتاعنا 11. وبنفس الترتيب ده وبنفس الطريقه دي هنكمل ايه اي مساله ممكن تقابل. ماشي، ناخد مثال تاني. لو قلنا مثلا 30 × 5 + 4 / 2 = 14، يبقى أول عملية هننفذها إيه؟ ترتيب قلنا من شوية أول حاجة إيه؟ صح، أول حاجة الاسم، يبقى 30 × 5 = 6، بعد كده تاني حاجة إيه؟ الضرب، 4 × 2 = 8. يبقى عندنا كده ايه 6 + 8 = 14. احنا قلنا الايه الجمع والطرح اي عمليه فيهم تسبق التانية مش هتفرق معانا، فممكن نقول 6 + 14 6 + 8 بكام؟ 14 - 14، يبقى الناتج النهائي ايه؟ 0. ماشي، ناخد مثال تاني. لو جينا نقول مثلا 48 / 2 / 9 + 3، أول حاجة ننفذها هنا هي إيه؟ الأقواس. ولما بنقول أقواس يعني المسألة اللي جوه القوس دي كأنها مسألة إيه؟ منفصلة بإيه؟ مستقلها بذاتها. بنيجي جوه القوس ونطبق نفس إيه؟ ترتيب العمليات دي مرة تانية لغاية ما نوصل لناتج أو رقم، نبتدي إيه؟ نستبدله بالقوس ونكمل العملية بتاعتنا عادي خالص. جوه القوس مفيش العملية واحدة، يبقى 9 + 3 بكام؟ ب 12. بعد كده يبقى احنا كده ايه وصلنا لايه؟ 48 / 2. طيب 48 / 2 = 12، يبقى هنقسم الاول ولا هنضرب؟ القسم الاول، يبقى 48 / 2 = 24، 24 × 12 = 200، 24 × 12 = 288. تمام كده؟ بناخد ايه؟ مثال تاني. اخر مثال معانا النهارده 7 + 6 / 5 + 2 + 3، أول عملية هنعملها هي إيه؟ الأقواس. تمام، زي ما قلنا إيه في المثال اللي فات، الأقواس دي تعتبر عملية مستقلة بذاتها. يبقى نيجي جوه الأقواس، عندنا ضرب وعندنا أس وعندنا جمع. أول حاجة فيهم هي إيه؟ الأس، 5 + 2 = 25.
بكذا 6 في 25 زائد 3. الضرب الاول ولا الجمع؟ الضرب مظبوط. ب 6 في 25 ب 150 زائد 3 بقى كده ايه؟ 153. يبقى ده ناتج الايه؟ الاقواس. نرجع بقى ايه العمليه الاصليه بتاعتنا. يبقى كده ايه؟ لما نرجع رقم 153 مكان الاقواس يبقى 7 زائد 153، يبقى الناتج النهائي بتاعنا 160. احنا كده درس النهارده خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.